تفقد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي منتجع ماسا العالمين، وذلك عقب صلاة عيد الأضحى، واستمع الرئيس إلى شرح تفصيلي عن مختلف مكونات المنتجع. أعقب ذلك مشاهدة فيلم تسجيلي حول المشروع، حيث اطلع الرئيس على سير وتطور العملية الإنشائية للمدينة وحجم الإنجاز الذي تم داخل المنتجع، بما في ذلك الأبراج السكنية والمول التجاري ومسجد الماسا، فضلا عن أكبر فندق بالساحل الشمالي ومنطقة مارينا اليخوت.